أظهر استطلاع أن هناك أكثر من 10,000 مؤسسة صينية في القارة الإفريقية، و90% منها مؤسسات خاصة، ويعمل الكثير منها على تشييد البنية التحتية مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات. هذه كلها تدعم التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية، كما تساعد على زيادة حصيلة الضرائب وتحسين معيشة الشعب وغير ذلك. قال نان إنه على الرغم من أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا يجري بشكل سلس، إلا أن الصين تأمل في أن تتمكن الدول الأفريقية من تحسين ظروف أعمالها، على سبيل المثال من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، مضيفا أن الصين تأمل في أن تبذل الدول الأفريقية مزيدا من الجهود لتعزيز الابتكار في السياسة الضريبية وسياسة النقد الأجنبي للمؤسسات الممولة بالاستثمارات الأجنبية.